السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكون فيديو جديد بعد أيام طويلة جمال لمدة الشهر كامل لم أنزل أي فيديو جديد في القناة. تخيل نفسي أول مرة في حياتي أغير في القناة لمدة هذا العدد يا أخي، والله شهر كامل، تقريبا شهر كامل لم أنزل أي فيديو في القناة. فتظن هناك أشخاص يقولون أني أنزل اليوتيوب، لا لم أنزل اليوتيوب جمال، لا أنزل اليوتيوب مستحيل يا أخي، مستحيل أنزل اليوتيوب، مستحيل يا أخي. فاليوم ان شاء الله بعد الاختبارات الطويله وبعد ما ركبتها في الاختبارات مركبتها قامي معي ارتكم جديد من جديد جديد اخوتي، بقات متوحشتوني متوحشتكم ثاني، نحبكم بزاف بزاف واخوتي. وهذا الفيديو بعد ان رجعت المعتاد اخوتي، واش فيديوهاتو في الفيديو القادم قلت لي فري فاير، واش ايش فيديو تاع فري فاير، بغيتو كاع التسريبات، بغيتو كاع التسريبات، واش كاين جديد. اليوم ان شاء الله اخواتي جبتكم جديد في القناه، فقط دعمونا باللايك والاشتراك وتاع غرام مشترك في الجرس تنبيهات. يلا نلتقوا فيديو نبداو في الفيديو اخوتي، يلا ليتس جو. اوكي جماعه، من اول التسريبات عن سيف كاتانا لاول مره في فري فاير يا جماعه، الشركه كانت تنزل لنا سكين للكاتانا يقدر يغير لونه. ممكن يا جماعه نسمي هذا سكين سكين كاتانا المتطور يا جماعه، ممكن تغير لونه الى لونين كما طولنا الان في هذا الفيديو، لون الازرق واللون الاحمر. صراحه اول مره تنزل شركه كاتانا هذا الشكل او كاتانا بهذا الشكل يا جماعه. فهذا الكاتانا خاص بحدث الاباده توقع الرابع او الخامس للاباده يا جماعه، اول بدايه في فري فاير الى عام 2020. فيا جماعة تقييمكم لهذا الكاتانا الأسطوري، صح أنا أقيمه 10 من 10 أو 1000 من 10 يا جماعة، لأنه كاتانا جدا جدا أسطوري. أكتبوا لي تعليقاتكم في تحت الفيديو، خبروني في التعليق يا جماعة ما رأيكم بهذا الكاتانا. يلا نذهب معكم إلى التسريب الثاني. ثاني تسريب يا جماعة لهذا الفيديو، كاين بزاف تاع دراري يسولوني يا زيزو هل من رقص أسطورية في هذا التحديث. فيا جماعة أعطيكم هذه الصورة يا جماعة، أول شيء هناك صورتين في هذا الفيديو، صورة عن صورة عن بانا رقصة الجديدة في هذا التحديث. أول شيء كما طول في الصورة حوالي 13 أو 15 رقصة جديدة أخوتي هبطوا فيها التحديث. بو هذه الصورة أخوتي مجمعة رقصة أسطورية تظهر في هذا التحديث. بو أخوتي ما كاش أي تسريب أو أي فيديو لهذه الرقصة ترونها في هذه الشاشة. فيا جماعة صور توقع جماعة تكون رقصة أسطورية، خاصة في حدث الإبادة يا جماعة، والله هذا حدث الإبادة سيكون حدث جدا جدا أسطوري، متحمس جدا لهذا الحدث الإبادة أخوتي. أما الصنف الثاني لهذه الصور عن حد عن هذه أخوتي، توقع عن سكين الإبادة متطور الذي سينزل أو توقع شيء ما. فيا جماعة في هذا الفيديو أو قبل هذا الفيديو جماعة لم يكن هناك أي تسريب من أي ولا أي فيديو أن يوضح لكم شكل الرقصات أو الشيء ولا أي فيديو جماعة من أي من هذه الرقصات. فقط فيديو واحد عن رقصة واحدة فقط، لكن أخوتي لم يظهرني الميزة الرقصة أو لم تظهر الرقصة في هذا الفيديو جماعة، لم تظهر أي من الرقصة يعني أي شكل من الرقصة يا جماعة. فيا جماعة أعطي تقييمكم في التعليقات عن رأيكم في هذه الرقصة. فيا جماعة أتوقع أي تقييم أي تقويم لأن الرقصة تظهر بعد أو أي فيديو لهذه الرقصة يا جماعة. وأخوتي تلاقوا مع التسريب الآخر. ثاني تسريب في هذا الفيديو يا جماعة، والله هذا التسريب يا جماعة قتلني بزاف تاع الدراري، يقول لي زيزو عن حاضنة الجمال الكريمين. هذا التسريب صراحة سأقول لكم الحاضنة حوالي 50-40% استرجع في هذا التحديث يا جماعة، لكن ماشي في السيرفر مينا. كما ترون في هذا الفيديو جماعة السيرفر المطورين كما ترون الأربع كريمينالات الموجودة الآن في هذه الصورة، استثناء الكريمينال الأخضر توقع ما راح أنا الكريمينال الأخضر الذي متوقع ما راح يرجع أبدا في السيرفر أو السيرفر مينا. فيا جماعة هذه التسريبات كما الآن الأربع كريمينال الأحمر والأصفر والأزرق والبنفسجي يا جماعة، في أتوقع أنه سيرجع إن شاء الله في هذا التحديث في السيرفر البرازيلي أو السيرفر الفيتنامي في أحد السيرفرات الجنبية لاسم سيرفر مينا. ممكن يا جماعة يرجع في سيرفر مينا حوالي 10-20% سينزل في السيرفر مينا.
فكان اي اخبار ان حصلنا كلمه الاخضر كان عودته توقع ما راح يرجع كلمه الاخضر ابدا. اما ان كلمه الاربعه او اي شيء انا مطور بدل قاله ممكن ينزل كلمات جديده او كلمه جديد في هذا السيرفر مينا, فممكن ان ترجع معه الكلمه الاربعه مع في نفس الحاضنه. اما التسريبات الخاطئه او المزيفه تقول كلمه ترجع في صناديق فهذا امر مستحيل, ثم مستحيل ترجع كلمه في الصناديق. فجماعة آخر تسريب في هذا الفيديو هو التسريب الخامس في هذا الفيديو جماعة عن المتجر الغامض. كتشوفوا أخوتي في هذا قبل ما تحديث الجماعة نزل حوالي 4 متجر غامضة, شركة قبل شبعتنا متجر غامضة يا جماعة, فجبنا بيجي حبس الشحن تهبط المتجر الغامضة معنا بليش على زكارة 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 أخوتي الله ما لا بالي لا لما لا بلش أخوتي بدي أوقفت الشحن. إن شاء الله سأنزل فيديو إن أردت أن أنزل فيديو أشرح كيف أوقفت الشحن في الفاير خلاص, فما تكتب في التعليقات أنزل فيديو كيف أوقفت الشحن يعني سأجيب جميع التعليقات. فجماعة المتجر الغامض جماعة في ممكن إن شاء الله بوم في هذا الشهر أو آخر هذا الشهر نرى أي متجر غامض, لكن في أخوتي ممكن في الشهر القادم خاصة في عادة الإبادة أو أي شيء, لأن عادة الإبادة هناك أكثر من سكين تمر في الشاشة عند بداية اللعبة أكثر من سكين, أكيد سكينين أو سكين أو سكينين سيكون إن شاء الله في أحد المتاجر الغامضة في هذا الشهر. فكيد أي جماعة في أي أي حد أو أي معلومة جديدة أخوتي سأقوم بشرحها إن شاء الله ونزل عليها فيديو تسريبي جديد إن شاء الله. وقد نتوقع وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو, شكرا لكم تابع فيديو شكرا لكم حتى تابع الفيديو من بداية حتى الأخير, من شاهد الفيديو حتى النهاية فقط قلب أحمر كيعرف أنه قد شاهد الفيديو من البداية إلى النهاية جماعة, لأن جماعة هذه الأيام الدعم جدا ناقص, أكيد تأخرت كثيرا يعني موجود الفيديو قريب من الشهر منزل أي فيديو أكيد يكون الدعم ناقص ناقص, فجيست أنا ما بدلك الدعم يكون إن شاء الله يولي الدعم أخوتي إن شاء الله في القناة, أنا اختبارات أخوتي سبور صعب بس إني ما نبطش قاع فيديوهات, فإن شاء الله في الدولة تدفع قصة أخوتي دي بزفتها لايف فتنجي بزفتها حوايج أخوتي إن شاء الله ترجع القناة إلى ما كانت عليها إن شاء الله في السابق, فقد عمونا أخوتي واتلاقوا فيديو جاي إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.